أحبتي المشاهدين، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا يتجدد معكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنغام خالدة. أهلا ومرحبا بكم. الناس ميالون بالفطرة للغناء، وخاصة الغناء الذي يظهر ويعبر عن المعاناة واللوعة والحرمان، والهدف منه التكاتف والتوحد والتآزر والتحابب بين العراقيين. إن حماية التراث واجب بكل أشكاله وجوانبه. الموسيقى والغناء مرحلة حضارية لا تصل إليها الأمة إلا بعد تطورها وتفهمها العميق للحضارة، وأن تكون مرهفة الحس مسؤولة الحواس. إن فهم الموسيقى والشعور بجمال الأنغام والتمتع برقة الغناء والاهتزاز لروعة الأداء كلها تحتاج إلى معرفة حضارية. وقد اتفق الأكثر المؤرخين كالمسعودي بن خليكان على أن أصل الغناء هو الحداء، لأنه جزء من الحس العربي وأقرب إلى نفوسهم وتلائم موسيقى سير الإبل. ولو أن الموسيقى والغناء من الفنون المستحدثة لجاز لنا أن نقول أن الإنسانية قادرة على الاستغناء عنها، لكن الأمر ليس كذلك، فإنهما وجدا يوم وجد الإنسان في التاريخ القديم. مشاهدي الكرام، تعالوا معنا ننتقل إلى لون جميل من الغناء. بداية نأخذ مطرب وفنان وممثل المرحوم ناظم الغزالي، سفير الأغنية العراقية. يعني وين تروح أنت تسافر؟ بالمغرب العربي، بالخليج العربي، بأي مكان، رأسا يسألوك ناظم الغزالي. هوية العراقيين. ناظم الغزالي توفي والده، وبعد فترة توفيت والدته وهي لا ترى، كانت ضريرة من عائلة فقيرة متهالكة، أخذته عمته خالته وربته إلى أن وصل بالابتدائية بالنشاط المدرسي الابتدائي يغني أغاني حلوة. الظاهر عنده في قلبه وفي إحساسه الأغاني والمقامات. خلص الابتدائية والمتوسطة، قدم إلى الفنون الجميلة، فرع التمثيل. الواسطة مالته أو مو الواسطة، يعني حق الشبلي، هو كان مسؤول ذاك الوقت، ولكن فترة من الزمن ممثل، مثل في دار الإذاعة العراقية أيام زمان يسموها دار الإذاعة العراقية. سوى فرقة بقيادة المرحوم فخر الزبيدي، سوى فرقة اسمها فرقة الزبانية، تتكون من فخر الزبيدي، حميد المحال، له واحد راوي أيضا، وكثير هم اللي يمكن بحدود السبعة أو ستة اشتركوا بتمثيلية صاحب العقول وغير صاحب العقول، ومثل دور رجب. ولكن ما راقت له التمثيل، هو جاد التمثيل ونجح. قال له ماني، قال الفخر صديقه حيل فخر الزبيدي، قال له راح اروح اني الى الغناء، وفعلا شق طريقه. اول اغنيه غناها هلا هلا هيا وطول فلا طيا، كانت هذه عنوان البارد اللي خلته يصعد. مشى في طريقه واحيا حفلات كثيره، الموضوع عنا يطول مجلدات، ولكن بدنا ناخذ الامور بصوره مقتضبه. راح الى اوروبا وراح غنى في الخليج العربي. قبل وفاته ب 62 راح احيا حفلات وياه كورس اربعه او من الفرقه الموسيقيه، وهم ناظم نعيم. وبصراحه ناظم نعيم ملحن، ولو ما ناظم نعيم الغزالي ما كان يصعد ولا ينعرف،
وخضر الياس وحسين عبد الله، هذول اللي كانوا موجودين، وسالم حسين، أربعة سالم حسين عبد الأمير من أهل الناصرية، ذولا كانوا الأربعة هم اللي يعزفون الناظم الغزالي. أحيا حفلة، سجل 22 تقريبا حفلة في إذاعة الكويت قبل وفاته. ترى إلى مؤلفات أعزائي المشاهدين، مؤلف واحد اسمه طبقات العازفين. طبقات العازفين تحشي من سنة 1900 إلى سنة 1962، يحشي من هو ناظم نعيم، من هو خضر الياس، من سالم حسين، يحشي عن المطربين، من حسين عبد الله يدونهم، من القبنشي، يحشي عن القبنشي مفارقة، اسمح لي زميلي رياض، يقول القبنشي لا يشرب القهوة، ما يشرب القهوة ولا يدخن، يقول ولا يحلق راسه، عد واحد حلاق يروح هو يطلب الحلاق يجي إلى المحل ويقول لا تزيني وأشوف أنا صورتي، لأن أنا أكره صورة المرأة. لما يسأل المرأة لما يسافر برا هو يروح يقول له أنا قعدني بصورة مقلوبة الكرسي ما أشوف المرأة. هاي خصائص خاصة. طيب الأخلاق، دمث الأخلاق، حسن السيرة، ما يسافر إذا ما أهداءات عنده وشي لأصدقائه. ولد عام 1921 وتوفى الشهر العاشر 21 عفوا، وتوفى بالشهر العاشر عام 1963، وترك ثروة هائلة تقريبا تقول مذكراته عنده أكثر من 20 شريط، ما كان أقراص موجودة بال 63. وواحد من الأشرطة لقاء مع زوجته سليمة باشا اللي راح تجينا بعد هالحلقة، سليمة باشا. نروح إلى واحدة من أغنياته الخالدة، وقتا ممتعا. لعلك تصغي لعلك تصغي ساعة وأقول لقد غاب وحش بيننا، لقد غاب وحش بيننا وعذول، وفي النفس حاجة إليك كثيرة، وفي النفس حاجة إليك كثيرة، أرى الشرح فيها، أرى الشرح فيها، والحديث يطول تعال، فما بيني وبينك ثالث، تعال فما بيني وبينك ثالث، فيذكر كل شجوه ويقول وإياك، وإياك من نشر الحديث، وإياك من نشر الحديث، فإنني به عن جميع العالمين بخيل.
الحديث، فإنني به عن جميع العالمين بخيل، فما كل مخضوب البنان، فما كل مخضوب البنان بثينة، وما كل مسلوب الفؤاد جميل. دعوا ذكر ذاك العتب، دعوا ذكر ذاك العتب منا ومنكم، إلى كم كتاب، إلى كم كتاب بيننا ورسول، إلى كم كتاب بيننا ورسول، خايف عليها وتلفان بيها، خايف عليها وتلفان بيها، أنا أشتري بروح شمال بخدك، وأرضى عبد مملوك خليني عندك، وأرضى عبد مملوك خليني جل الذي سواك صورة صورنا، شذر يا ناس والشمع عنبر، والوجه مبعث نور والرقبة مرمى، والوجه مبعث نور والرقبة مرمى. أهلا بكم مشاهدي الكرام، شوف الغناء اللطيف، الغناء الخفيف الحلو إلى الأذن يدخل، يعني تماما ترتاح للنفس. راح ننتقل أيضا إلى مطربة تزوجها المرحوم ناظم الغزالي عام 52-53، سليمة مراد أو سليمة باشا، نحكي سميت سليمة باشا لجمال صوتها ولثرائها، اسمها رئيس الوزراء الأسبق، ثم ألغيت الرتب العثمانية وأصبحت من سليمة باشا إلى سليمة مراد. ولدت عام 1905 في محلة الطاطران في بغداد، وأحبت الشارغ البغدادي والجوق الموسيقي. حقيقة تعلقت بناظم الغزالي لأنه صاحب صوت رائع وصوت
يعني مثل ما يقولون يشد الأنفس والذوق إلى أمور كثيرة من الذكريات. تزوجته عام 53 بعد أن أحيت إحدى الحفلات عام 52 وشافتها شلون يغني واستفادت من ناظم الغزالي، هو استفاد منها. سليمة مراد لها عشرات بل أقول مئات الأغاني، وأكثر غناء هو تلحين صالح وداود الكويتي أو يوسف زعرور. يوسف زعرور أيضا كان مدير الإذاعة اللاسلكية عام 1951 في إذاعة بغداد، هذا تاريخ لازم نذكره. سنة 1934 سافرت سليمة مراد إلى باريس، أحيت حفلة هناك. كان هناك بالهيئة التدريسية أحد الكتاب اللي ينتسب إلى، هو مصري اسمه زكي مبارك، ينتسب إلى المدارس العراقية يعني الرسمية، ودزول هناك. قال فغنت سليمة مراد يا نبعة الريحان من نغم اللامي. قال هذا كلمات من؟ قال لا، كلمات الشاعر الكبير الله يرحمه عبد الكريم العلاف، غني عن التعريف. وغناء سليمة مراد، قال أنا أسميها ورقاء العراق، أطلق عليها اسم ورقاء العراق. فهي إجت، توفى الغزالي سنة 63 وهي وراها لحقتها، كانت ببيروت الظهر، تقول بمذكراتها عندما دخلت إلى البيت، قبل ما أدخل إلى البيت رأيت من بعيد جم حشد كبير من الناس، يقول تقربت وخفت، قلبي قام يلعب. هناك اكو عند خادمة بيت او اختها ما اعرف يعني بالبيت اسمها روزا، يقول روزا قامت باوع علي، وايضا المحتشدين باوعون علي، فعرفت اكو شيء فوقعت. يقول بعد العالم راحت قالت لي روزا بالموضوع فتألمت، لان كانت الصديقة والصديقة والمؤنسة والمعلمة إلى ناظم الغزالي، فتركت فراغ فاعتزلت الغناء وعادت قبل وفاته في فترة معينة، وبعد ذلك ودعتنا. الآن نروح إلى واحدة من أغنياتها الخالدة، وقتا طيبا. هذا مو انصاف منك غيبتك هالقد تطول، هذا مو انصاف منك غيبتك هالقد تطول، الناس لو تسألني عنك شردجة وبمشقول، الناس لو تسألني عنك شردجة يخون ويا ولفة، لا تظن قلبي يشفى، لا تظن قلبي يشفى والألم منا يزول، الناس لو تسألني عنك شردجة غيبتك
أمان 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 نمان نمان أمان 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 حياكم الله مشاهدي الكرام. أنا طبعا أشكر الزميل رياض الجابر ذكرني بهالأغنية واختارها، وفعلا هي لها قصة قصيرة يسمح لي، وهو هذا مو إنصاف منك، لأنه هاي الكلمات كلمات عبد الكريم وفي وألحان صالح كويتي. صالح كويتي أحب زكية جورج وهي ما تحبه، حاول كلف صديق عبد الكريم وفي، قال له الموضوع كيت وكيت، كتب هاي الأغنية وما قبلت. اجت سليمة مراد قال احكي له السالفة، قالت له لا تدير بال أنا غني لك الأغنية، هذا مو انصاف منك، بيتك هالقد طول. فراحت زكية جورج البيت لميعة توفيق بالبصرة هناك وبدت هاي الأغنية. يعني شوف مرات شيء يذكر. أحبتي المشاهدين، ننتقل الآن إلى مطربة جميلة رائعة أيضا توارت عنا منذ زمن، مطربة وحيدة خليل. وحيدة خليل يقال أنها في إحدى مذكرات المتعلقين بالأغاني البغدادية وغير البغدادية أنه عنيدة في إعلان مواليدها. ما تقول لك تقول لك أنا مواليد 60، تقول لك مواليد 20 40، يعني فهي بالواحد 61 تقول لهم أنا مواليد، يعني ما يعرفوا مواليدها. طبعا هي من بغداد ومن البصرة بالدرجة الأولى، من البصرة، وسميت وحيدة خليل لأن ما اسمها وحيدة خليل، اسمها مريم بنت عبد الله جمعة من عشيرة القطارنة في محافظة البصرة، وأطلق عليه هذا الاسم اسم فني وحيدة خليل لأدائها وجودتها في الغناء، لأن تمتاز بنبرات طفولية. أنت اسمعها تطلع بعد شوية وشوفوا شلون الاحتضان والحنان موجودة بهالأغنية. احنا قلنا لها واجد سية تحكم الذوق، فأنت ما تقدر تصنع تقول هاي أغنية جيدة إلا ما تشعر أن بقيمتها وأن هناك عندك مشاعر وأحاسيس مرافقة تقيم هذا الموضوع. أول أغنية غنتها
هي يوم أغنية يا يما ذاك هواي هو سبب بلواي، وأغنية أخرى على ما أتذكر هو هاي بالضبط اللي كانت من أغاني عباد جميل، ألحان عباد جميل. ولكن قبل هاي الأغنية أغنية سبقا عرضناها بتلفزيون صلاح الدين قبل الأحداث يمكن من 2010-2011، أغنية دل اللول يا الولد يا ابني دل اللول. هاي الأغنية غنتها قبل وحيدة خليل، غنتها ب 1930 أو 28 بدري أنور، وغنتها جليلة أم سامي دل اللول يا الولد في عام 1924، وإجت الخاتمة مالتها وحيدة خليل أغنية رائعة جدا ومثيرة للعواطف. شوف هاي الأغاني وهالمجاميع، هذا من ذاك الباب. احنا مرات شيء بالتفاطين لان ممكن تخزن كل شيء في عقلك. ايه هذا من ذاك الباب يمكن يجون الاحباب. شوف شلون كلمات هادفه عزيزي المشاهد، ما بيها ما بيها مناقصات، ما بيها ضيره ومنا ومنا. هكذا هو الغناء الاصيل، وسميناه بالزمن الجميل. مو احنا نجي نعرض بالتلفزيون ما يعرفون هاي مغنيه طلعتها، او يكتب لي جواها وحيده خليل كذا عاشت وماتت. احنا ما نسوي يعني بطاقة سكن او بطاقة تزكية، فلازم واحد يعرف ولو دقيقة عن حياته. اشتركت بفيلم فجر الحرية واجادت. فهذا هو طربنا ايام زمان، وهاي اغنياتنا مستوحاة من واقعنا من تراثنا، ولذلك نعتز بها. الان نروح الى واحدة من أغنياتها الحلوة الجميلة وقتا ممتعا. Thank you.
عليكم طرشنا الرمل عالشاطي وقعدنا ليلة عيد بيك ليلة عيد طرشنا الرمل عالشاطي وقعدنا ليلة عيد بيك ليلة عيد تهنينا بلقانا وانسعدنا تهنينا بلقانا وانسعدنا وحدنا ولا رقيب العرب فينا انا وخلي انا وخلي تامرنا وحلتينا انا وخلي تامرنا وحلتينا الهوى البرد الشاهد علينا عبير الورد نشتم والعذاب تنسم عبير الورد نشتم على شاط النهر بينا وغدينا انا وخلي انا وخلي تتامرنا وحسينا حياكم الله أعزائي المشاهدين. سمعت الأغاني الجميلة اللي قبل شوية وهاي الأغنية الحلوة. عندنا بعض الإهداءات لازم معجب علينا أمانة، هاي لازم نقراها. إهداء من الأخ أحمد الجواري من بغداد إلى كادر برنامج أنغام خالدة يهنئنا بعودة البرنامج. من صلاح الدين من تكريت المشاهدة حكيمة إلى برنامج أنغام خالدة تقدمها إهداء وتحية إلى عشيرة المقاصيص في بغداد وفي كل المحافظات. من الشيخ ماهر العيطون بيجي يقدم شكره الجزيل إلى العاملين في قناة صلاح الدين وإلى برنامج أنغام خالدة، وتمنى أن يصوروا كل شيء الموجود أمانة لتبقى للأجيال. طبعا احنا كل شيء حتى قبل 30 سنة مصورين الشغلات وأيام زمان. من أبو نبيل ممدوح الحبوس إلى كادر برنامج أنغام خالدة. ومن أخ أيضا وسم الجميلي إلى برنامج أنغام خالدة يقدم إهداء إلى العاملين في هذا البرنامج. وثم إهداء من الكاتب المعروف والمؤرخ المرموق إبراهيم الناصري إلى برنامج أنغام خالدة. وأخيرا من الأخ أبو يونس اللي يقول ما تفوتني أي حلقة من حلقات البرنامج. طبعا وبعض أسماء أكو فنعتذر عن إذاعة بقية الأسماء. راح هسه الآن راح نروح إلى مطرب أيضا غنى أيام زمان في فترة الخمسينات والستينات، ولد عام 1929 وتوفى عام 2005، مشرف تربوي، معلم، يعني مغني مطرب، إنه المرحوم رضا علي. رضا علي من بغداد من سوق حمادة، مارس التمثيل مع حق الشبلي وغنى أغاني من واقعنا من محيطنا. أغنية السمر سمر اللي غناها وشاعت ذاك الوقت على مستوى الشارع العراقي كله، وبقى السنة سنتين ثلاثة وإجت الأجيال للأجيال وانتهت وما تنتهي، لأن احنا دنعيد هذه الأغاني. أغنية تدير العين ما عندي حبايب، هاي ترى من تلحين هو رضا علي ولكن غنتها فائزة أحمد وغنتها راوية. راوية بالأصل مصرية كانت تغني أيام زمان في الخمسينات أغاني إلها، أكثر من 10 أو 20 أغنية إلها. يعني شوف عزيزي المشاهد التراث ما يندثر. فايز أحمد غني عن التعريف. فهذا الرجل عند وفاته قبل وفاته يعني تحياتي إلى أحدى القنوات أجرت مقابلة وياه
وأجرى المقابلة الفنان الكبير سامي قفطان، وقال بالنص أنا سمعته وبقت قال ما استلمت من وزارة الثقافة غير هاي الباقة مال الورد. ليش؟ إحنا نريد اعتناء، نريد يعني اهتمام بالفنان بالشاعر بالمؤرخ، مو فقط أنه أنت ممتاز وبارك الله بك وانتهى الأمور وبعدين من يروح تنتهي الشغلة. نروح إلى واحدة من أغنياته الجميلة، نتمنى لكم أحسن الأوقات وأرقها. بخديك معنى للجمال بديع، بخديك معنى للجمال بديع، ومرعى لعين المستهام مريع. وكل مكان فيه شخصك جنة، كل مكان فيه شخصك جنة، وكل مكان أنت فيه ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين. شوفوا شلون أغنية حلوة وجميلة وخفيفة ومريحة وبها عبارة. قبل ما نختم البرنامج نروح إلى مطرب رائع كفيف البصر، ما يشوف ولكن استضافته قناة فضائية صلاح الدين قبل أكثر من 7 أو 8 سنوات، وغنى هنا وأبدع، يمتاز غناءه بطور بمسح من الملائية. حقيقة هذا الرجل جاء لهنا وقامت فضائية صلاح الدين بلقاء وياه،
زميلي رياض الجابر ب 2011، نعم احسنت 2011، فاجا هنا وكرمتها ايضا الفضائيه. احنا نعتز بكل الفنانين، وايضا لا تنسون بالنسبه الى سعدي البغدادي عازف عود، اكو مثل يقول والله اتذكر بوقتها قال لي ليس السحر في نغمات الوتر يا حكمة، السحر في الانامل التي تحرك الوتر. شوف شلون تعبير حلو، احنا دائما انتقلنا من لحن الى لحن، من نغم الى نغم. فهذا الرجل اجى هنا وبقى يمكن يومين ثلاثه ما ادري، وغنى وسجل واهتمام بزايد. مو بس هذا، اكثر المطربين استضافتهم فضائيه صلاح الدين، استضافت ياس خضر الله يرحمه فاروق الاعظمي توفى، مقصد الحلي على قيد الحياه، عبد الحسين اللامي وغيرهم. لابد ان نهتم بالتراث العراقي وبرواده الكبار، فترك بصمه. فيمكن ان اتصل بي قبل اكثر من سنتين، هو في امريكا وابو مصطفى وابن مصطفى في دوله اخرى، وقلت له ان شاء الله يعني نعود ونبدي برامج جديده، برنامج نغام خالده، وكان يسلم الى كل هيئه قناه صلاح الدين، كل كادر يسلم عليهم وما ينسى هذا الرجل. يعني حقيقه ما دام اكو اتصال كذلك من اسمه حبيب منصور ايضا نفس الشيء. هذول المطربين يعني شوف اوفياء، الوفاء عنصر من عناصر الاصاله. شنو قيمه الفنان اذا فقد الاصاله؟ ما قيمه له. فاحنا انطيناه يعني تماما الروح الرياضيه الشفافه، وبدا باغاني حلوه وارتاح وكذا، الى ان نشكركم وغادر، وبعد ذلك مرت الاحداث على العراق، وهاي قسمه رب العالمين. نروح الان الى فاصل جميل سجل زميلنا المخرج رياض جابر لسعد البغدادي. نتمنى لكم احلى الاوقات واهنأها. يا باه يا باه يا باه يا باه يا باه، هل يحبكم بقلبي، هل يحبكم بقلبي أبد، ما راح يضيف دياركم للغير، ما راح يا باه ما راح هلي حبكم بقلبي أبد 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 أبد، ما راح هلي يضيف دياركم للغير، ما راح شرب فنجان قهوة بهنا والراح مشهود الكرم سمعتكم اللي يابا، مشهود الكرام يا معتكم ولطيات، يابا هلي ما لبسوا خادم سملهم وبتبود العدا بايت سملهم الحضيض، يا با سملهم يا زمان، يا با هلي ما لبسوا خادم سملهم وبشبود العدا بايت سملهم الحضيض، يا با هلي يا با هلي ما لبسوا خادم سملهم وبشبود العدا بايت سملهم الحضيض، يا با
سما الهوم يا زمان. اي والله يا بتشان هلك نجم اهلي سما الهوم كثير من النجم على وغاب اللي يا بتشير من النجيم على وغاب. يا با يا بتنيتك اللي يا بتنيتك من طلوع الشمس وغروب 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 مثلك ما انتشر بالشرق وغروب. يا با تنيتك اللي يا بتنيتك من طلوع الشمس وغروب وغروب ومثلك منتشر بالشرق وغروب. يا الحبيب يا يابا يا يابا وغروب يا يابا وغروب. اي والله يا ابا خاف تطيح يا ابني بين اجناب وغروب وتجري دمعتك يا ابو ذهب اللي يا بخاف تطيح بين اجناب وغروب وتجري دمعتك يا ابو ذهب اللي يا بتجري دمعتك يا ابو ذهب. اوالي 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 يا قلبي ما بيك يا قلبي ما بيك عنين تال اللي يا شيبي يا قلبي ما بيك يا قلبي ما بيك عنين تال اللي اي والله داي السكن بيك داي السكن بيك اي والله يا بداي السكن بيك ما على جلقمان معودي اي والله داي السكن بيك يا ويلي 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 بطل ونيناك بطل بطل ونيناك اي والله بطل ونيناك بطل ونيناك يا قلبي بسك عاد يا شيبي بطل اي والله بطل ونيناك بطل ونيناك بطل ونيناك يا قلبي بسك عاد اي بطل ونينك محد محد يعينك محد يعينك يقول يا ابا محد يعينك لا طحت حدر القاع العودي اي والله يا ابا محد يعينك يا اوالي اوالي انوى وعلى رحيل يا عمي انوى وانوى وعلى رحيل انوى وعلى رحيل ما خبروني بليل اي والله انوى وعلى رحيل انوى وعلى رحيل ما خبروني بليل يا شيبي وابعد الحي. حياكم الله مشاهدي الكرام، هذا ما سمح به وقت البرنامج. تقدم مني أحلى التحايا، أتقدم لكم بأحلى التحايا وأجمل الأماني، وأتقدم بالشكر الجزيل إلى كادر البرنامج محمد خطاب والأخ سيف المهند وعباس الغزلاني وزميلي المخرج رياض الجابر. ألقاكم الأسبوع القادم بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من عذاب ما اقدر على فرقتك وياك اهله صف العمر ما ينطي نسمه الهواد واغي الحبايب يا طيور الطايره نسمع جنات كواتر